من تارودانت ومناطق أخرى لضحايا أو من تم انتشالهم من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المراكز الطبية، مثل ما كان يتحدث مصطفى بأن بعض المراكز الطبية بسبب الخوف من هزات الارتدادية أو بسبب تصدع المباني قررت وضع خيم أمام البوابات لاستقبال المصابين بدلاً من نقلهم إلى داخل هذه المباني المتصدعة. إذن حركة سيارات إسعاف تنقل مصابين من قرى بينها قرية تارودانت وبعض قرى منطقة أو إقليم الحوز.